انت صدقت ولا كان بدك تصدق؟ ها؟ ما بعرف عمي، ما بعرف شي بنوب. انا قلت لك من قبل، يا ريت لو ما اتصلت فيني، يا ريت لو ما اجيت على هالمكان. يعني كسرت خاطر البنت هازان؟ انا حذرتها يا عمي، يا ريت لو ما زعلتها ابدا، يا ريت لو بس ردت علي. مو معقولة شو عنيدة. بس هلأ عم تقول يا ريت لو ما زعلتها ابدا، ليش كتير بتقول يا ريت؟ بتعبوك يا ابني. شو اللي بتعبو؟ كلمة الإذا واللو كان واللي يا ريت بتعبوك كتير. ما بعرف عمي، خلص أحسن شي أحمل حالي وأمشي. إيه بلشت بالأسطوانة تبعك مثل كل مرة. ابني رح قلك حكاية صغيرة، حكاية زلمة كنت بعرفه من بعيد. هذا الزلمة كان بزمانه بيحب بنت، ومو أي حب طبعا، البنت ما كانت بتحبه أبدا، كانت بوقتها بتحب رجال تاني. وهي البنت هربت وراحت مع حبيبها وتزوجوا من بعض، وبعد فترة صار عندهم ولد شاب ولا كل الشباب. ايه ولأنه كان يحبها كتير لحقها هي وجوزها، وهيك وصلهم بالآخر، قام قتلهم مع بعضهم. بعد ما تهنى بحياته أبدا. أنت فكرت زينب تركتك وراحت مع طارق، يمكن راحت ويمكن لا، بس هلأ ما عاد بهمها الحكي كله. أول عضو بيعفن بالقبر العيون، القلب بعدين آخر شي، بتعفن العين لأنه بتسكر على الباطل لتقدر تفتح على الحقيقة، آخر شي بيعفن القلب لأنه بيضلوا هيك حبايبه عم يحوموا فوقه. ابني اترك زينب مرتاحة بقبرها، اللي بتشوفه صدق جزء منه بس، وما تصدق اللي بتسمعه أبدا. انت زلمي قلبه مكسور، ما حدا بيحس فيك غيرك، كسر القلوب ما بيتحملوا اللي تحت التراب ولا حتى اللي فوق. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.